بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أرحب بكم في ناديكم، وهاي فرصة طيبة أن نحن نلتقي معاكم اليوم. أحب أن إخواننا أبارك لكم بافتتاح المتجر العيناوي والرسمي للنادي، واللي تم افتتاحه اليوم من قبل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة مع أعضاء هيئة الشرف والجمهور اللي كان حاضر معاهم. إن شاء الله لو شيء بسيط هاي كبداية نحب نهديها لكم، لكن إن شاء الله الفترات القادمة راح يكون الأمور أفضل ما وصلنا لها اليوم، طبعا بجهودكم أنتم أيضا بمتابعتكم لها الأمور هاي. اقتراحاتكم أيضا مطلوبة، دعمكم منا ودعمكم للنادي أيضا مطلوب. زي ما تعرفين دائما نادي العين ما كان متميز، ولا زال العين يتميز من الفترة لفترة، ومع مرور الأيام دائما هو السباق لكل شيء، وهذا التاريخ اللي يذكره مو بنحن نذكره اليوم. بمباركة سيدي سمو الشيخ هزاع بن زايد نائب رئيس النادي نائب رئيس هيئة الشرف، تم الحمد لله اعتماد النشيد العيناوي والذي يطلق أول مرة على مستوى دولة الإمارات، ويكون نادي العين هو النادي الأول والسباق لهذا الشيء. في المناسبة هاي نشكر الشاعر الكبير القطب العيناوي عضو هيئة الشرف علي الخوار على جهوده الطيبة وعلى الكلمات الطيبة اللي هو راح يشرح لكم معاني القصيدة، ونتمنى له إن شاء الله كل التوفيق. إذا كان سوينا شيء فهو شيء بسيط، جزء بسيطة نقدمة طبعا نادينا نادي العين. هذا النادي اللي قدم لنا الكثير، فإذا قدمنا شيء فهو شيء بسيط بحق النادي. بالنسبة طبعا للنشيد، مثل ما عرفتوا كتبت طبعا أخوكم الصغير علي الخوار، والحان سفير الالحان فايز سعيد. وبخلال تسجيل النشيد حبيت اني ما نطلع اقل عن اي نشيد عالمي موجود. طبعا قبل ما نبدا في النشيد طلعنا على كثير من كل نشيد، الأندية كثيرة عالمية وعربية وخليجية، ف طلعنا بشيء مختلف، وإن شاء الله أنه يكون محفوظ من الجمهور. حاولنا أن الكلمات من خلال القصيدة أن تكون تضم كل شيء، بداية من مدينة العين اللي يحمل النادي طبعا اسمها، أيضا اللقب اللي هو الزعيم، اللون، القلعة، انتماء هذا النادي للإمارات. حاولت أني أحط كل شيء في أبيات محدودة، ممكن تكون 6 أبيات، لكن ما حبيت أطول عشان تكون محفوظة أكثر للجمهور. طبعا توزيع الموسيقي كان للمايسترو المعروف وليد فايد. حاولنا أن يكون فيه ضخامة في التسجيل، موسيقي تم التسجيل طبعا في استديوهات أغاني، وهندسة الصوت لوليد النجار، والغناء لكورال الإمارات اللي إن شاء الله بيتحول بعد قليل إلى كورال نادي العين أو جمهور نادي العين. فإن شاء الله أن هذا الجمهور الكبير والأمة العيناوية هي اللي بتنشد النشيد من اليوم وساير. خلاص ما في كورال بيسوي، هم الجمهور هم اللي بينشدون إن شاء الله في كل مباراة. طبعا مثل ما عرفتوا أن نادي العين هو أول نادي إماراتي يقدم نشيد رسمي خاص به، مثل ما تفضل اسمه الشيخ عبد الله وقال نحن دائما نحب التميز ودائما نحب الصدارة في كل شيء. سامحوني على الإطالة، حبيت شرح بسيط، وإن شاء الله حتى كان في ودي أن أقدم لكم تفصيل كامل، يعني حتى ممكن نقدمه من خلال فايل في كل التفاصيل موسيقيا وشعريا
فنيا بشكل عام يعني. النشيد يقول: من العين يبدأ شموخ الجباه، ومجد يصافح بعزه سماه، وفي العين تهتف قلوب الزعيم مع العز والمجد، تحلى الحياة ولانا للون البنفسج أكيد، نعلي شعاره ونروي غلاه، إمارات يدمه ويبقى كبير، كبير بطموحه، كبير بعطاه، لنا الفخر نحيا بحب الزعيم، وجيل بعد جيل نوقف معاه، عسى الله يديم الضياء والشموخ في قمة صروحة وقلعة علا. سامحونا، حاولنا أن يكون من اليوم، وفيه أيضا أمل كبير في المستقبل في النشيد، والله يديم إن شاء الله الضياء والشموخ في هذا الصرح الكبير. وطبعا كل الشكر، إذا كان في شكر، أنا أول شيء طبعا أشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد على دعمه لي أن أسوي هالنشيد وتكليفي لأن أكتب هذا النشيد، وأيضا اعتماده للنشيد. وأي أشكر أيضا سمو الشيخ عبد الله اللي ما قصر، أشكر الإخوان في الإدارة كلهم ما بستثني واحد، أشكر أيضا حتى لو أقولكم ممكن ما تصدقون في خلال كتابتي، حتى الجماهير نفسهم، جماهير النادي كانوا يتصلون فيه كيف ما أدري لازم تكتب نشيد، حتى وهم وأنا عندي خبر إنه من العام لازم تكتب نشيد للنادي، لازم تكتب نشيد للنادي، لدرجة أن لو أقول لكم ما صدقون حتى واحدة من الأخوات مشجعات النادي تطلق على نفسها عيناوية، أنا ما أعرف شو اسمها الله يذكره بالخير، كل يوم تتصل شو سويت، كتبت، خلصت، سجلت، سويت، قلت لها بتحلل ما يستوي كذي، خليني على راحتي أنا بكتب. فكل الحمد لله حتى الجمهور نفسه أعطاني الدعم وأعطاني هاي الثقة، وأنا أشكركم على الثقة، وأشكركم أنه خليتوني أسجل اسمي في هذا الصرح الكبير. مشكورين. Ah!
الزعيم وجيلك بعد جيل نوقف معاه عسى الله.